حصل اليوم تحمل عنوان التكنولوجيا والأطفال، توازن لا تهاون. الأجهزة الإلكترونية الآن اللي يستخدمونها الأطفال عندهم هواتف ذكية، خاصة إحنا في مجتمعاتنا الخليجية عندهم الآيباد، عندهم التابلت، عندهم اللابتوب، عندهم الكمبيوتر. لما أبني طفل وأخليه واثق من نفسه، سواء كان في سوشيال ميديا، سواء كان في المدرسة وجها لوجه، يعني يقدر يقول لا في الوقت المناسب. يعني أنا طالبة، بس أنا أحضر دورات صيفية. إيه؟ هي تأخذ ما بين ساعة أو ساعتين، والمشكلة إن الأستاذ يشرح